ومعروف أن الأجير أن يخالط المستأجر مخالطة تختلف عن غيره، ولذا أكثر ما يوجد من المصائب والمشاكل في المخالطة، الأجير والمستأجر، فتجد السائق له دالة على البيت وأهل البيت أكثر من غيره، سائق الأسرة وكذلك الخادم في الأسرة بينهم صلة ودالة يمنون عليها أكثر من غيره، والتساهل جرى المصائب والنكبات إلى البيوت، فلا بد من الاحتياط. وإذا وجد هذا في عصر النبوة فكيف يأمل الإنسان على نفسه وعلى ولده وبنته وزوجته؟ لا بد من الاحتياط الشديد في هذا الباب، لأن إذا وقعت المصيبة ما يمكن أن تستدرك، العار لن يرتفع. نعم الإثم يجبه التوبة، يجبه إقامة الحد، لكن العار الألم يعتصر القلب مدى الحياة، ومصائب وكوارث لا يمكن تصحيحها. كثير ما يسأل بسبب التساهل مع الخدم والسائقين، الأسئلة تكثر عن مسألة الستر على النفس والإخبار بما حصل أو لا يخبر عند الخطبة. يعني إذا حصل من البنت هفوة ولا زلة مع سائق أو نحوه، تقول هل أخبر الخاطب أو لا أخبره؟ هذه مسألة كارثة حقيقة، إن أخبرت تعطلت، وإن أخبر وإن لم تخبر غشت. وإذا علم الخاطب فيما بعد ماذا يكون مصيره، ماذا يكون وضع أولاده فيما بعد؟ هذه جرائم يصعب تصحيحها، فالاحتياط هو الواجب والمتعين لئلا يقع مثل هذا، صلى الله السلامة والعافية. وأدخل على خيار على بعض الناس من هم محسوبين على الخيار بسبب تساهلهم، أدخل عليهم ما ليس منهم. حصل من الخدم في البيوت من عبث الصبيان، أولاد وأشبه ذلك، كل هذا بسبب التساهل. فعلى المسلم أن يكون حازما سير يتعلق بالأعراض، الأموال أمرها سهل، في الإشكال في الأعراض. والله المستعان.